قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. في فيديو اليوم جايينكم بعشر أفكار بسيطة ومختلفة لعمل الخير، أي شخص يقدر يسويها ويكسب الأجر بأقل مجهود ممكن. 3 2 1 أكشن. طيب يا جماعة، أول فكرة هنبدأ فيها اليوم إن شاء الله أغلبكم عارفها، اللي هي أنه نجمع ملابسنا القديمة ونتبرع فيها في صناديق قطر الخيرية اللي موجودة في مختلف الأماكن في الدوحة. مش شرط القديمة حتى لو زاد وزنك. صحيح صحيح. لا لا، بس أنا بس خلينا نوضح شغلة، أنه إحنا بالعادة عندنا ثقافة أنه لازم أتبرع بالإشي لما ما أكون محتاجه أو صراحة يكون مستهلك فأروح أنا أتبرع فيه. لا يا جماعة، في القرآن رب العالمين قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني تعطي من الاشي اللي انت بتحبه. تحب التيشيرت؟ بحبه والله. زين. ومش شرط احمد ملابس، ممكن حتى احذية اكرمكم الله، والعاب للاطفال، والعاب والملابس ترى. وكاب احمد بدي لازم نتبرى فيه. طبعا العلم يا جماعة ان الصناديق متوفرة تقريبا في كل مناطق الدوحة، وفي مناطق اصلا في منها 2 و3 و4، فبتحصلونها في كل مكان. مش شرط بس صناديق التبرع هذه، ترى في مكاتب لقطر الخيرية حتى بيكونوا موجودين، ممكن تروح للمكتب اذا ما كان عندك صندوق قريب من بيتك وتتبرع فيه. المهم هنا ترى ممكن تبرع ملابس اطفال، ملابس كبار، حريم، رجال، والعاب واحذية. العاب اطفال. ايوه بالضبط، بلاطين، العاب اطفال وتيشيرتات بس. والله يكتب باجرنا واجركم. طبعا اللي جنبهم كومباوندات ولا مشاريع قاعده شو اسمه فيها عمال يمدي برضه يعني. ويا حبذا لو كلمت اهلك انه يا جماعه ترى اذا عندكم ملابس زياده مش بس انت مره واحده. ايوه تجمع وتودي مره واحده. مثل ما شفتوا يا جماعه ان الصندوق تقريبا فل، فالارقام هذه موجوده بحيث ان نكلم قطر خيريه يفضون البوكس على طول، لانه صار اللي بعده يجي اكيد. ترى جد قاعدين نتصل مش عبط والله. اها مش تصوير. ترى صندوق التبرع للملابس اللي موجود قدام الجامعه الهولنديه صار فل حاليا. بعد ما تبرعنا بالملابس جايين على بيت الضيافة التابع لمستشفى حمد، مركز التبرع بالدم. جايين اليوم تبرع بالدم، أو بالأحرى رائد ومحمد اللي حتبرع بالدم، لأن أنا ما بقدر، لأن هي لها شروط معينة. صحيح. ما بصير. لا 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 لا، مش ما في شيء. مدة يعني مدة معينة حنفهمها من الدكتور جوا ونعطيكم إياها. الدكتور تفضل. الدكتور. لا يا جماعة، عشان تتبرع بالدم بس لو تشير لك شوي. أهم شرطين عشان تتبرع في الدم، أو تكونوا قادرينكم تيجوا على هالمكان وتتبرعوا، أول شيء إنك تكون 18 سنة وأعلى. الشرط الثاني إنه يكون بين التبرع والتبرع شهرين على الأقل، عشان تتبرع بين مرة ومرة. شهرين ونص. وأنا لا ما تحتاج. مش محقق عشان هيك. طبعًا يا جماعة إحنا نتكلم من جانب ديني، فأنت لما تتبرع بالدم ما في شك إنك بتنقذ حياة أشخاص لا سمح الله من الموت. وراد حتى لو تشوف في رسائل دورية بيطرشوها إنه محتاجين مثلًا الفصيلة كذا بصفة عاجلة. نعم. فهنا بكونوا فعلًا مضطرين إنك تروح تتبرع وتنقذ حياة الناس. زائد الإنسان بحاجة للتبرع. لتنشيط الدورة الدموية. يمين. تنشيط أنا نعم نعم، كرات الدم البيضاء الحمراء، تنشيط للدورة الدموية كاملة في الجسم. فالإنسان بحاجة للتبرع، حتى لا سمح الله لو عندك أمراض أو شيء معين بيكتشفوه، لأنه صحيح. الدم اللي بيأخذوه منك بفحصوه وبنصحوا فيه كثير أصلا للرياضيين. تحتاج للبطاقة الشخصية أو البطاقة الصحية حيث يشيك الرقم الشخصي ويشوف متى آخر مرة تبرعت. متى آخر مرة تبرعت؟ ما بتذكر بس فترة قريبة. اسمع ترى يا جماعة، مكانهم تغير مش عند مستشفى حمد. عشان توصلوا للمكان اللي احنا فيه اكتبوا في جوجل ماب او برامج اللوكيشن بيت الضيافة. بس بيت الضيافة، بيت الضيافة احنا كتبنا وجابنا دايركت على المكان. طبعا يا جماعة قبل نروح غرفة تبرع بالدم ندخل على الغرفة نسوي القياسات، الوزن، الضغط، نسبة الهيموغلوبين في الدم لازم يكون ما بين 13 ل 18. انا وحمود تقريبا الحمد لله 15، فجاهزين للتبرع. يسألونه كم ساعة راقد، متى اخر مرة اكلت، فلازم هالأسئلة قبل التبرع. شوف يا جماعة الخير، في حالة ان انت جيت مش ماكل طبعا ممنوع ان انت تتبرع، فحاطين لك بوفيه هنا صغير. رائد قوم 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 حبيبي، 0.5 والله مبين كتير. زين، فحاطين لك بوفيه صغير على اساس ان انت تاكل قبل ما تتبرع بالاكل عشان ما يجيك هبوط حتى بعد التبرع. حتى بعد طبعا هي الشباب مهوسين بعد التبرع، بس طلع لنا دم الحمد لله. يعني انا انت مش مستغرب بس شوي. وبش دخل فيديو خيري جايين قطر البريك. جايين يا جماعه نحل مشكله نعاني فيها اكثر شيء انا واحمد، بما ان نطلع اكثر شيء بشورتات، فيجي وقت الصلاة وما نقدر نصلي بسبب إن ما في وزارة ببعض المصليات. صحيح. فالمهمة الثالثة إيش؟ توزيع الوزارات الفكرة بعض المصليات.
جايبين ايوه نوزع زرات في موقع وحنروح موقع ثاني ان شاء الله. يلا. طبعا يا جماعه انك تحطوا زار في مسجد انت ما بتعرف كم واحد حيستخدمه حتى بعد عمر طويل. هاي من الحسنات اللي ان شاء الله دائما جاريه عدات حسنات ان شاء الله شغال عندك دائما. المصاحف نفس الكلام، كراسي تحط في المساجد، فالامور هذه اللي بتحطها والناس تستخدمها انت ما بتعرف لمتى حيكونوا. لا ايوه بالضبط، بسيطه وما بتعرف لمتى حيستخدموها، وبالتالي عدات الحسنات ان شاء الله دائما جاري، فالله يكتب الاجر يا رب. والفكره الرابعه لهالفيديو يا جماعه، انا متاكد 60 70% من اللي قاعدين يشوفونه حاليا مش عارفين هالفكره. نعم 100% والله. نشكر إدارة الميرة على توفير هالمكاين لإعادة التدوير للمواد البلاستيكية والألمنيوم. طبعا اللي عندهم الميرة ريورد اللي فيه خصومات من الميرة تقدر تسجل بعضويتك، وإذا ما عندك الميرة ريورد تسجل كإيش؟ كزائر. فايدة تسجيلك للعضوية مقابل كل غرش تحطها داخل أو مادة بلاستيك أو ألمنيوم تاخذ نقطتين في الميرة ريورد. زي السؤال لأحمد، إيش الفايدة من اللي بنسويه؟ الفائده حسب علمي الله يسلمك انه البلاستيك هذا بيستخدم في صناعه الاطراف الصناعيه في مستشفى حمد. جميل، زائد نحافظ على البيئه من هالمواد بدون شك. طبعا هذا بيدعم رؤيه قطر 2030 للاستدامه. استدامه. انزين شوف، يعني شوف فعلا في ذكاء هذا، حتى ماركتينج على فكره، الاستهلاك وعادة التدوير، وان انت تربح بوينتس عشان تشتري فيها من جمعية الميرة. موجودة واضحة. الطريقة جدا سهلة، كليك العربية، اوكي بنحط في اسكان الكود، بس خلينا نحط رقم العضوية 5 8 1 7 1 بداية. هاي الرقم العضوية. بقول لك هلا رائد، اشوف هلا ترحيب رائد، هلا اخوي هلا. بس خلينا نشوف بس. راح اوكي حطها بالباب. اوكي يا رب تجرب، انا بجرب اعطيني جرب. تكفى ثاني يا ماء، يا ماء اشربها 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 يلا. ما شاء الله 14 نقطة يا معلم. لا ها انا عاد الختام ذكرى. بسم الله الرحمن الرحيم. زين هاي يعتبر شيء بلاستيك اقدر احطه؟ لا 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 تفتي صح، هاي العبوة صح 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 فينش في برنت موجود هنا ورا يا جماعه. تاخذ الايصال، مبروك عليك الاجر والنقاط. الله يجزاك خير. طبعا احنا يا جماعه كنا في الميره فرع القطيفيه، صح احمد؟ صحيح. وطبعا الجهاز هذا متوفر في افرع كثير للميره. رائد راح تكتب لهم اياها في الديسكربشن ان شاء الله. 15 فرع حمود اعطيك اياها بشاش صعب والله، حاط لك اياها في الديسكربشن مع رابط المواقع. طبعا نفس ما قال رائد بادره تشكر عليها الميره، في نفس الالات هذه اللي انتم شفتوها لاعاده تدوير البطاريات حتى موجوده في افرع الميره. مش نفس هاي الماكينه يعني؟ لا لا ماكينه ثانيه لتدوير. لا ترمي البطاريه، جمع وتعال اكسب بوينت يا اخي واكسب اجر 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 بعد البوينت اجر. اوه وين السويت؟ ابو الجد اكيد ابو الجد. ايش فكرتنا الخامسه شباب؟ فكرتنا الخامسه يا جماعه انه بدنا نقول لكم مهما كان العمل صغير عند رب العالمين كبير. هناخذ بوكس شوكولاته نوزع على بعض الناس العاملين في الاماكن العامه، يعني واقف بدوام صار له 8 ساعات نسعدهم حاجه بسيطه عادي يعني. يلا تسوى بس حاجه بسيطه عنده اكيد حتغير نفسيته. يلا نبدا. تحسهم مستغربين صح؟ زين يا جماعة الرسالة الأساسية اللي بدنا نوجهها من هالفيديو إنه ترى عمل الخير مش لازم يكون إشي كبير، بناء مسجد ولا حفر بئر، إن كان متوفر هالشيء خير وبركة، إن ما كان متوفر فممكن أعمال بسيطة تعملها عند رب العالمين تكون كبيرة وما بتعرف أي عمل منهم يدخلك الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. عارف إيش يعني شق تمرة راد؟ يعني نصف تمرة. شوف المبالغة في القلة، يعني نصف تمرة ممكن تدخلك الجنة، فما بالك إذا كان إشي أكبر من التمرة. صابر فكرة السادسة. فكرة السادسة يا جماعة الخير، في كل مناطق الدوحة في وقود، محطة وقود البترول، وكل وقود تقريبا فيها مكان يبيع كرك. تعال الله يهينك 20-30 ما راح تكسرك يعني. وزع على العمال خصوصا في هالجو، خصوصا بعد يا جماعة فترة الشروق والغروب يكون الجو فيها أبرد من الأوقات الثانية. عطني 25 كرك بس مول 1
for the staff. Okay? Thank you. Yeah, good staff, all of them. Everyone. And if you need more, we will add, no problem. Just inform you. يكون بعلمك الكسول، احنا عارفين انه تم يعني ما بدك تبذل مجهود، ترى انت ما راح توزع، انت بتيجي عنده تدفع تقول له وزعهم على الستاف، هم بتصرف هو بيوزعهم قدامك سواء واحد من المطعم او بينادي واحد من الستاف وقود هو بوزعهم، انت بس بتدفع. زدنا الطلب ل 40 صحيح، هذا والكسول هو الكسول ترى احمد. طبعا يا جماعه اكيد فهمتوا الفكره صح، بس كل اللي عليك تروح اي معصرف اي محطه خصوصا بهالجو تطلب 30 40 50 على حسب عدد الاشخاص اللي شغالين في المحطه، بس واحد فيهم بيقوم بالمهمه كامله وبيوزع على الكل. والله يجزاكم خير، وهذا بيدعمني للناس اللي يحبون يتصدقون او يتبرعون وما عندهم كاش، خصوصا في محطات وقود لان الشباب مثلا يغسلون الدرايش فالحساب 20، فايش الحل احمد؟ انك تدفع بالبطاقه 30 اذا ما عندك كاش. صحيح، انا للحين مش مستوعبها بصراحه. والله انا بساله، انا عندي فضول بس لا تسكخ اسال. لحظه حمود، اقول لك الفكره، ياخذ بس من الكاش اللي معاه ترى. ايوه يعني خلص متاكد بياخذها بتعطيه تبس بالبطاقه وبياخذها كاش. نعم السيستم هي بتكون هنا. ايوه اي شخص ما عنده كاش يتبرع بالبطاقه في اي مكان. ولاي شخص مستصعب اي فكره انذكرت من الفيديو او اي فكره ثانيه ممكن يعمل من خلالها الخير، أسهل طريقة ممكنة عندك أنك تنزل تطبيق قطر الخيرية وتتبرع وتتصدق سواء لمشروع معين أو حتى صدقة يومية أو صدقة جارية وغيره. ومثل ما تشوفون في العديد من الأشياء، حتى تقدر تقدم هدية لواحد من ربعك، لواحد من أهلك معين. نعم، مثلا صدقة يومية، شوف الطريقة بالأبل باي، إذا أنت مفعل أبل باي أمورك طيبة، شوف 10 ريال تبرع أبل باي، ادفع من خلال أبل باي ودبل كليك تو باي خلاص او تم التبرع. او طبعا تقدر تدفع بالكريدت كارد ولا اي وسيله يعني. اي وسيله، حتى ترى في مبلغ معين ويجيك المندوب لين بيتكم ياخذ منك الكاش. ومن الاعمال اللي ممكن تسويها ظرف في خرده كاش، بحيث انك تقدر تتبرع للناس اللي يشتغلون بالشارع، عمال النظافه او العمال يغسلون السياره، يعني بحيث انه يكون عندك كاش دائما في الموتر وتقدر تتصدق بكل سهوله. بدون شك يا جماعه الخير انه الكلمه هي ايضا فعل خير، فنستغل منصات التواصل الاجتماعي عندنا وننزل فيها أحاديث، آيات، أو نحث الناس على فعل الخير. تذكير. نفس هذه للأمانة رائد، كل أول شهر بينزلها، وللأمانة أنا شخصياً وكثير ناس من اللي بنعرفهم دائرتنا بيستفيدوا من هالتذكير، فجزاك الله خير. والدال على الخير كفاعل. الحمد لله رب العالمين. فهذه رسالتنا يا جماعة اللي كنا بدنا نوصلها، إنه عمل الخير ولو كان قليل عند رب العالمين جداً كبير، إحنا مثلاً نستصغره لكن عند الله فهو إن شاء الله ممكن يكون سبب في دخولنا للجنة. وهذا هدفنا من الفيديو، الأفكار اللي شفتوها أفكار ممكن تنفذوها في مكانكم أو حتى وانتوا رايحين أي مكان مشوار مثلا بخصكم ممكن تعملوها.